السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل بمحاضرات النووية. شباب، اليوم عندنا توهين أشعة جاما. توهين أشعة جاما، طيب شنو اللي أقصده بتوهين أشعة جاما؟ شباب، لنفرض انطلقت أشعة جاما بهذا الاتجاه. المفروض هي ترسم هيك كموجة، لأن هي عبارة عن فوتون، وضربت هنا فد مادة. لنفرض الرصاص، وبالتالي يعني اللي أقصده بتوهين إنه شلون راح تفقد طاقتها بالضبط، مثل ما أنت تجي تركض بكامل طاقتك وتبدي تصعد درجة، بالتالي راح تفقد طاقتك تدريجيا. أما أشعة جاما لما تفقد طاقتها، فهي تفقد طاقتها بطريقتين، فهي يعني إلها احتمالين. الاحتمال الأول إنه فوتون أشعة جاما شو يصير بيه؟ ما يتفاعل مع المادة، لا يتفاعل مع المادة. طيب، والاحتمال الثاني إنه فوتون أشعة جاما يتفاعل بأحد الطرق اللي أخذناها، اللي هي يا أما ظاهرة كهروضوئية، يا أما استطارة كوبتن، يا أما ظاهرة كهروضوئية، يا أما استطارة كوبتن، وبالتالي راح تضعف أشعة جاما بشكل أسي. راح تضعف أشعة جاما بشكل أسي، اللي أقصده إنه ما راح يبدي تضاعفها، يعني التضاعف مالتها راح يصير بشكل أسي بالضبط هيج، إلى أن تفقد طاقتها بشكل نهائي. إلى أن تفقد طاقتها بشكل نهائي. طبعا هنا هذا الـ IX، هنا هاي، هنا يصير الـ I نوت، وهنا يصير الـ I نوت. وبالتالي حتى أشتق معادلة لامبرت اللي هي مختصة، يعني عندنا اللي راح نستخدمها في توهين، يعني في حل معادلات أشعة جاما، اللي هي معادلة لامبرت. أفرض كمية من الأشعة، شنو مقدارها؟ مقدارها I نوت لكل وحدة زمن سقطت بصورة عمودية على سطح. وبالتالي إذا فرضت سمك المادة، أفرض سمك المادة إكس باعتبار إنه ما عرفنا، فبالتالي إذا نقصان الشدة راح يكون إلي اللي هي دي آي، اللي هو دي آي. طيب، بسبب نفوذيتها اللي هو راح اختاره دي للاكس، بسبب نفوذيتها راح اختاره دي اكس، طبعا يتناسب طرديا مع الشدة اي، يتناسب طرديا مع الشدة اي، وكذلك مع الدي اكس، وكذلك مع الدي اكس. وبالتالي اذا الدي اي راح يتناسب طرديا مع الاي في الدي اكس. اذا انا ارد اشيل هذا ثابت، يعني التناسب ارد اخليه يساوي، بالتالي لازم اخليه ثابت. اذا الدي اي يساوي لي ناقصا ام يو، اللي راح اعتبره معامل التوهين الخطي، اي في الدي اكس. هذه الاشارة السالبة دليل على النقصان في الشدة. الإشارة السالبة دليل على النقصان في الشدة. أما الميو فنسميه معامل التوهين الخطي، معامل التوهين الخطي. وبالتالي هسه أكامل، إذا من صفر إلى اي للإكس، هذا شنو عندي؟ دي اي على اي،
دي اي على اي شو يساوي لي؟ يساوي لي تكامل من صفر الى اكس ناقصا ميو دي للاكس. ميو دي للاكس شباب هذا تكامله لن، هذا تكامله لن، وهذا تكامله راح يصير لك ميو اكس ناقص ميو اكس، وبالتالي ارفع الاثنين للاكسبوننشال، ارفع الاثنين للاكسبوننشال، شنو اللي راح يبقى لي؟ راح يبقى لي اي اكس يساوي لي اي نوت اكسبوننشال ناقصا ميو اكس ناقصا ميو للاكس. هذه كدلاله يعني اللي يريد يعرف شلون صارتها، هذه باعتبار لين اي للاكس على اي نوت. شو يساوي لك؟ يساوي لك ناقصا ميو اكس. هسه حتى اتخلص من اللين ارفعهن اثنين للاكسبوننشال، باعتبار انه الاكسبوننشال راح تلغي لي اللين، فبالتالي اي للاكس على اي نوت تساوي لك اكسبوننشال ناقصا ميو اكس، هذا اضربه في هذا، بالتالي الاي اكس تساوي لي اي نوت اكسبوننشال ناقصا ميو اكس. هذه شدة الاشعاع الاصلي، هذا شدة الاشعاع، شدة الاشعاع الاصلي، شدة الاشعاع الاصلي. يعني شنو يعني اللي ينطيك اياها بالسؤال؟ مثلا يقول لك سقطت اشعة هكذا سقطت. طيب هذه نسميها شدة الاشعاع النافذ. يعني شنو؟ يعني شدة الاشعاع اللي ما تأثرت، شدة الاشعاع اللي ما تأثرت لما مرت اشعة جاما خلال، يعني لما مرت اشعة جاما خلال وسط. شباب عندي مصطلح ثاني، عندي مصطلح ثاني نسميه سمك النصف، نسميه سمك النصف، سمك النصف. شنو هذا سمك النصف؟ هذا طبعا السمك اللازم، السمك اللازم اللازم لتوهين الحزمة، لتوهين الحزمة إلى نصف شدتها، إلى نصف شدتها. يعني سمك النصف مثلا سقطت 10، سقطت 10، وبالتالي سمك النصف اللي خفضها إلى 5، سمك النصف اللي خفضها للخمسة، هذا اللي نسميه سمك النصف، هذا اللي نسميه سمك النصف. وبالتالي عند الاي نوت اذا راح ايش قلت؟ راح يصير على 2، الاي نوت راح يصير على 2 باعتبار الاي اكس، باعتبار الاي اكس راح يساوي لي اي نوت اللي هو الاشعاع الساقط راح اخفضه الى النصف فاقسمه على 2، وبالتالي راح يساوي لي اي نوت، اي نوت اكسبوننشال ناقصا ميو اكس ناقصا ميو اكس. طيب هذا حتى اميزه اخلي له نصف، اخلي له نصف، وبالتالي هسه هذه اخذ لين، لين النصف اللي هو حتى يعني اتخلص من هذا، هذا باعتبار راح يختصر مع هذا. اذا لين النصف هو كم؟ هو ناقص 0.693 ويساوي لك، شنو يساوي لك؟ يساوي لك ناقصا ميو في الاكس اس نصف. وبالتالي راح اتوصل المعادله باعتبار السالب يحذف، اذا اكس اس نصف ايش راح يساوي لي؟ راح اساوي لي 0.693 على ميو. هذا جدا مهم، هذا جدا مهم، يعني راح احتاجها جدا بالحل الأسئلة. هذا نسميه معامل التوهين الخطي، هذا معامل التوهين الخطي. طبعا معامل التوهين الخطي هذه كمعلومة لكم هو حاصل جمع،
هو حاصل جمع يعني بأحد الثلاث، لأن فوتون أشعة جاما يفقد طاقته بأحد الثلاث، يعني بأحد الظواهر الثلاث، يا أما ظاهرة كهروضوئية، يا أما ستار كوبتين، يا أما إنتاج الزود. وبالتالي فهو عامل يعني يصير حاصل جمع اللي هو ميو فوتو إلكتريك زائد ميو سي زائد ميو اللي هي نرمز لها بي اي اي ار. هذه كمعادلات، هذه كمعادلات، لكن بقت شغلة أنبهها عليكم، بقت شغلة أنبهكم عليها. شنو هي؟ شنو هي شباب؟ الميو، الميو تتناسب طرديا مع عدد ذرات المادة، تتناسب طرديا مع عدد ذرات المادة في وحدة الحجم. وبالتالي يعني توهين أشعة جاما يحتاج لنا مواد ذات أحداث ذرية كبيرة، مثل الرصاص، مثل الرصاص، حتى نقدر نوهنها وما نخليها تأثر علينا، وخصوصا اللي يدخلون مختبرات راح يشوفونها نستخدم الرصاص جدا هواية لحمايتنا من أشعة جاما. أما بقت الشغلة الثانية اللي هي نسميها معامل التوهين الكتلي، معامل التوهين الكتلي اللي هو نرمز له ميو ام. هذا شو يساوي لي؟ هذا يساوي لي معامل التوهين الخطي على كثافة المادة، على كثافة المادة. وحدات شنو وحدات؟ سنتيمتر تربيع على يمن على ملغرام. طبعا حتى نخلي هذه المعادلة، حتى نخلي هذه المعادلة اللي هي عندي الـ IX، IX يساوي لي I نوت إكسبونينشال ناقصا. شباب إذا أقول ميو أم لازم أضربها في الكثافة، لازم أضربها في كثافة المادة في X. ليش؟ حتى أخليها خالية من الوحدات، حتى أخليها خالية من الوحدات. يعني لازم أخلي المعادلة صحيحة حتى لازم أخليها خالية من الوحدات، لكن هنا عندي وحدات آني، بالتالي لابد أن أضربها بالكثافة بحيث تختصر وأخليها خالية من الوحدات. شباب عندي مجموعة أسئلة، عندي مجموعة أسئلة إن شاء الله راح نحلها لكم. السؤال الأول يقول لي ما هو سمك الرصاص المطلوب لتخفيف شدة أشعة جاما المنبعثة من عنصر الثوريوم إلى 0.01 من قيمتها الأصلية، علما أن قيمة معامل التوهين اللي هو ميو 0.45 سنتيمتر أس ناقص واحد. شباب اللي مطلوب، هو الأكس. أول شيء لازم تعرفه اللي مطلوب هو الأكس، وبالتالي الاي نوت اي اكس يساوي لي اي نوت اكسبونينشال ناقص ميو اكس ناقص ميو اكس. زين هذا هسه منين اجيبه؟ شباب هذه منطقي اياها، دا يقول لك خفض لي اياها الى 0.1 من قيمتها الاصليه. اذا الاي اكس شو يساوي لك؟ يساوي لك 0.01 اي نوت، 0.1 اي نوت. إذن هسه اخذ اللين حتى اتخلص من هذه، اخذ اللين حتى اتخلص من الاكسبونينشال. إذن لين، باعتبار هذا اذا عوضت راح اختصره ويا هذا 0.01 يساوي لي ناقصين ميو اكس ناقص ميو اكس. هذه منطيني اياها، طيب لين 0.1 هذا المفروض عندك حاسبه وطلع اللن، المفروض عندك حاسبة وطلع اللن. إذن الأكس شو يساوي لك؟ يساوي لك لن 0.01 على اليمن على ناقص 0.45 سنتيمتر أس ناقص واحد، سنتيمتر أس ناقص واحد. هذا اللن مالته ايش قد؟ شباب هذا اللن مالته ناقصا
ناقصا 4 بوينت يعني وكسور، ناقص 4 بوينت فتكسر اللي هو ناقص 4 بوينت 605 يساوي لك ناقصا 0.4. 5 في اكس، اذن الاكس، إذن الاكس يساوي لك 4.605 على 0.45 ويساوي لك 10.23 سنتيمتر. هذه الاكس اذا مدخل الوحدة يعتبر حلك غلط، يعتبر حلك غلط لانه تعتبر رياضيات وليست فيزياء، تعتبر رياضيات وليست فيزياء. السؤال الثاني يقول ما هو سمك الألمنيوم المطلوب لتخفيف أشعة جاما طاقتها 200 كيلو إلكترون فولت إلى 10% من قيمتها الأصلية، علما أن سمك نصف القيمة عند هذه الطاقة يساوي 2.14 سنتيمتر. شباب بالنسبة لهذه الطاقة منطقيها حتى يغلطك بها، منطقيها حتى يغلطك بيها، يعني انت ما راح تستفاد منها اي شيء، ما راح تستفاد منها اي شيء، لكن يخلونها لانه الطالب يغلط بيها، لانه الطالب يغلط بيها. وبالتالي هسه انا عندي هسه منو استخدم، استخدم الميون، شو تساوي لي؟ تساوي لي 0.693 على اكس اس نصف، على اكس اس نصف. انا احتاج الميون، هو يريد الاكس لكن الميو ما عندي، منين اطلعها؟ اطلعها من هذا القانون. وبالتالي 0.693 سمك النصف هو منطينيا، سمك النصف هو منطينيا 2.14، وبالتالي يساوي لي 0.324 سنتيمتر اس ناقص 1، سنتيمتر اس ناقص 1. هسه الاي اكس، الاي اكس راح يساوي لي 10% اللي هو 0.01، اللي هو 0.1، اللي هو 0.1، يعني 0.1 شنو؟ اي نوت، اي نوت. وبالتالي انا عندي المعادله اللي هي الاي اكس يساوي لي اي نوت اكسبونينشال ناقص انا ميو في اكس، اخذ اللين، اذا اللين 0.1 يساوي لهذا باعتبار راح يختصر، راح يساوي ناقص انا ميو في اكس. الميو انا عندي طلعتها، الميو عندي طلعتها، وال 0.1 وال 0 لين 0.1 هو 2.3، هو 2.3. إذن الاكس يساوي لي لين 0.1 على ناقصا 0.324 ويساوي لي ناقصا 2.3 على 0.324، وبالتالي راح يساوي لي 7.1 سنتيمتر، 7.1 سنتي متر. السؤال، السؤال يقول لي معامل الامتصاص الخطي، معامل الامتصاص الخطي يساوي لي 0.061 مليمتر، مليمتر. اذا كان شدة الاشعاع الساقط اي نوت، احسب سمك المادة الذي يخفض الاشعاع الى الثلث، الذي يخفض الأشعة إلى الثلث. شباب شنو معناته؟ معناته أنه الـ IX يساوي لـ 1 على 3 I not، الـ IX يساوي لـ 1 على 3 I not. أنا عندي الـ IX يساوي لـ I not exponential ناقصا mu X، هذا عندي، هذا عندي. إذن 1 على 3 I not تساوي لي I not
اكسبونينشال ناقص ميو في اكس. هذه تختصر مع هذه، هذه تختصر مع هذه، واخذ اللين. اذا اللين 1/3 يساوي لي ناقص ميو اكس، ناقص ميو اكس. هذا شنو معناته؟ معناته انه الاكس يساوي لي ناقص لين 3 على ناقص ميو اكس، هذا ميو. وبالتالي ناقص مع الناقص تختصر لين 3 على 0.061، ويساوي لك الاكس يساوي 18.01 ملي متر، 0.1 ملي متر. هذا كل ما متعلق بمعامل التوهين الخطي، او معامل، او العفو، توهين اشعه جاما. ومع الف سلامه، ويا رب نشوفكم بخير، وان شاء الله يا اما الجمعه يا اما الخميس تنزل لكم محاضره استطارة كوبتن، محاضرة استطارة كوبتن. طبعا بها شغل جدا طويل، بها شغل جدا طويل. مع ألف سلامة، ويا ربي نشوفكم بخير.